سيدي عثمان بن عفان بحي المخالف ببشار، اختتمت مسابقة سيدنا بلال لأحسن آذان بطبعتها الرابعة من تنظيم جمعية جزائر الخير وبمشاركة 46 متسابقا. هذه المسابقة مسابقة سيدنا بلال لأحسن آذان الطبعة الرابعة طبعا في هذا الشهر المبارك، والتي أسفرت عن فوز 5 مترشحين. وقد استثنى المنظمون خلال هذه الطبعة فئة الأطفال حتى تكون المنافسة شديدة بين المتسابقين. عكس الطبعات الأخرى الثلاثة الأخرى، كانت هذه الطبعة فقط لفئة الشباب من 15 سنة فما وفوق، حيث أننا ألغينا فئة الأصاغر لأن شفنا أن عامل السن لا يؤهلهم إلى أن يفقهوا كثير من الأحكام وكثير. وعرفت الطبعة الرابعة تتويج الشاب دادا إسماعيل بجائزة سيدنا بلال لأحسن الأذان. الجائزة الأولى أو الناجح أو الفائز الأول هو دادا إسماعيل، ونسأل الله لنا التوفيق ولجميع المسلمين، والحمد لله على هذه النتيجة. نشكر جمعية جزائر الخير ونشكر السادة الذين قاموا على هذه المسابقة، ولله الحمد أبهر المؤذنون الحضور بأصواتهم وبأدائهم وبأحكامهم. أشكر جمعية جزائر الخير على هذه المبادرة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في سعيهم ونشاطهم. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله